اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا جبت لكم بقى ايه النهارده. الله، دي تجربه كوزموس في الميه صالحه للاطفال فوق السن 6 سنين وفيها تجارب كتير. واو، دي شكلها فعلا هتكون لعبه حلوه قوي. تعالوا بقى نفتحها النهارده ونتفرج عليها ونشوف بقى دي عباره عن ايه. وكده نعمل لكم بقى فيديوهات تانية كتير نقعد بقى نجرب فيها الايه التجارب الفظيعه دي مع بعض. الله، دي هيكون شكلها ممتع جدا، ممكن نستخدمها في البانيو. بصوا في هنا الكوبايه اللي مقلوبه اللي فيها صوره اللي ما بتتبلش خالص، هنعمل التجربه دي. وهنحط بقى في تجربه تانية اللي هي بنحط الايه الالوان زي ورقه كده او ستيكر في الميه بتقعد تمشي بسرعه لما بنجيب ايه ميه تانية فيها صابون. طبعا انتم مش فاهمين قوي، هشرح لكم بالتفصيل اكتر لما نفتح اللعبه ونتفرج على المحتويات اللي فيها. الله، دي شكلها تكون فعلا لعبه جامده قوي. وهنشرح لكم بالترتيب ازاي بتشتغل والخطوات كلها، ونشرح بقى ايه ازاي بقى ايه اللي خلاها تحصل كده فيها او كده. واو، هنا مثلا في صوره اللي هي ما بتتبلش خالص في الميه، بنحط الصوره كده في الكوبايه ونقلب الكوبايه وندخلها جوه الميه ما بتتبلش. والتجربه الثانيه اللي بقول لكم عليها ان احنا نحط بقى الاستيكر في الميه وبعدين ايه نحط نقطه ميه بصابون، هتلاقي ايه الاستيكر جري بسرعه. بصوا دي الكوبايه بتاعتي دي اللي هنحط بقى فيها الصوره اللي ما بتتبلش، ودي الكوره بقى ممكن احنا نستخدمها. وهنا ده زي صلصال كده مش عارفه ده ايه، حاجه كده هنشوف برده ده بعدين. وهنا ده اجزاء كده بلاستيك. اوكي، شكلها فعلا جامد قوي. وبعدين هنا عندي 2 سرنجه اهم. بصوا فيها تجارب كتير قوي على فكره، الكوزموس دي فيها ايه تجارب كتير قوي، كل ده هنستخدمه في البانيو. وده هنا ده الطبق اللي بنحط عليه، بصوا بيتفتح كده، ده اللي بنحط فيه الايه الصوره بتاعتي اللي بتجري في الميه. برضو التجربه دي هشرح لكم ايه في فيديو تاني هتلاقوها على قناه العاب الاطفال. وهنا بقى بصوا دي كور كده لونها 1 2 3 4 5، 5 كور كده لونهم رمادي. وهنا دي زي شريمو، وهنا دي عصايه خشب، ودي هنا ده زي تيوب كده بلاستيك رفيع بيعدي فيه الميه، ودي القطاره. وهنا بقى ده الايه الكتاب اللي فيه التعليمات بتاعتي نقدر ان احنا نعمل فيه كام تجربه، ازاي نقدر ان احنا نعمل الحاجات الفظيعه قوي دي. ايه ده، بصوا ده فيه تجارب كتير قوي، دي 1 2 بصوا كلهم ممسكين كده بشريط، ادي كده 2 وادي كده 3. انا عاجبني الشريط الاحمر ده اهو، ادي كده 3 وادي ده فيها اصلا كمان 9 تجارب. ايه ده، واو. ودي هنا بقى الستيكرز اللي احنا بنستخدمها بقى، ده الراجل اللي هو بيتحط في ده ايه ده، ده جوني داب بيتحط بقى في الكوبايه وما بيتبلش. واو، دي شكلها هتكون فعلا تجارب كتير قوي مشوقه وحلوه قوي. انا متحمسه قوي ان انا اعمل لكم التجارب دي. بصوا فيها تجارب 9 تجارب مع بعض وكلها في الايه في تجربه كوزموس الفظيعه دي. واو، بصوا ده الراجل اللي بقول لكم ما بيتبلش، ده ايه شكلها هتكون تجارب مشوقه قوي. تابعوني على قناه العاب الاطفال عشان نعمل لكم التجارب دي كلها مع بعض. الله، انا عاجبني جدا ومتحمسه قوي ومشوقه ان انا اعمل لكم التجارب الرهيبه قوي دي. واو واو واو، انا بحب اصلا التجارب بالذات لما يكون في الميه عشان تخلي ايه الاستحمام يكون ممتع ونتعلم ونستفاد كتير. انا عن نفسي انبسطت جدا معاكم في الفيديو النهارده، قولوا لي بقى ايه رايكم فيه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا انا قناه العاب الاطفال عشان نجيب لكم بقى ايه 9 تجارب المختلفه دي. واو، من ضمنهم الكره الفظيعه دي والايه والكور اللي معايا والحاجات الرهيبه قوي دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بليز ما تنسوش انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وحشوني يا اصحابي، باي باي.